ما سابش مشكلة واحدة وما اشتغلش عليها. معانا على التليفون النجمة الكبيرة الفنانة الرائعة أروع منتجة بتاء التأنيث في مصر، إلهام شاهين. ربنا يخليك، ميرسي يا يوسف، ازيك؟ أنت كل عارفة سنة أنا، وانت طيب. أنت عارفة أنا أحبك قد إيه؟ وانا كمان والله بحبك جدا، والله انت أنا انسان عارف. صادق ومحترم. يا رب خليك، اصل انا دايما نقعد لما نيجي نقعد نتكلم نقول لهم يا جماعه الهام شاهين دي مع حفظ الالقاب طبعا يعني تجمع الحاجتين، نجمه كبيره ومنتجه عظيمه تغامر بكل شيء عشان انتاج السينما ما عندهاش مشكله. ربنا يخليك، بس يا رب لازم، واجب علينا، ما السينما دي اللي ادتنا كل حاجه حلوه في حياتنا، فلازم احنا كمان نقدم لها حاجه تستحقها. يعني انا انتاجي ده حبا في السينما، مش حبا في إلهام شاهين على أنا فكرة. عارف، أنا عارف يعني ومتأكد. إن عايزة أرد الجميل للسينما لأنها عملت لي كل حاجة حلوة في حياتي، وما بحبش حاجة في دنيتي كلها قدها. أستاذة إلهام، يا رب ربنا يقدرني، ودايما أعمل أعمال تبقى يعني تبقى مهمة في تاريخ السينما المصرية. أكيد يعني أكيد كلها إن شاء الله دايما مهمة كما جرت العادة، غير إن أنا طبعا نفسي إن إحنا هنقعد ونتكلم على الزوابع اللي أثارتها إلهام شاهين في رمضان اللي فات بمسلسل على ما يبدو إنه كان موجع مؤلم إلى أبعد الحدود، لكن النهاردة يمكن هنتكلم على عادل إمام. تقولي إيه النهاردة؟ أقول عدولة الجميل علامة فارقة في حياتي أنا شخصيا. يعني هو سبب وجود اسم إلهام شاهين كنجمة. يعني أنا بصنف دايما لما باجي يعني أؤرخ في تاريخي الفني، أقول ما قبل الهلفوت وما بعد الهلفوت. الهلفوت كان فيلم فعلا نقلة كبيرة في حياتي. يعني أنا قبله عملت أمهات في المنفى والعار ولا تسألني من أنا والبريء، أفلام عظيمة أساسا، الأربع أفلام كلها علامات في تاريخ السينما، لكن ما كنتش أنا البطلة بتاعت العمل، أنا جزء من العمل كويس. لكن إني أقف بطلة قدام نجم كبير، أهم نجم في مصر، أكبر نجم، عادل إمام، وطبعا تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج دكتور سمير سيف، والتلاتة يجتمعوا لصناعة نجمة، ده كان شيء كبير جدا بالنسبة لي وعمل لي نقلة كبيرة في حياتي. والحقيقة أن عادل إمام هو اللي رشحني، يعني أستاذ وحيد حامد وقف جنبي، دكتور سمير سيف وقف جنبي، لكن اللي رشحني للعمل واللي أصر عليا، لأن الحقيقة العمل كان مكتوب لنجمة كبيرة جدا جدا من جيل قبلنا. وعلى آخر وقت معرفش إيه الأسباب التغيير، فقالوا خلاص إحنا هنجيب حد جديد. فكان من نصيبي وكان إصرار من استاذ عادل امام، وهو بنفسه اللي كلمني عشان الفيلم. تمام. وده ما بيحصلش ان هو بنفسه يكلم ممثله عشان تمثل قدامه، كلمني قال لي هيجي لك سيناريو اسمه الهلفوت انا مرشحك فيه. فكان الفيلم ده كان حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. فعادل امام هو صانع نجوميه الهام شاهين، اني بقيت نجمه بعد فيلم الهلفوت، بقيت اتحط في افلام اشيل البطوله لوحدي. أيوة. يعني بقيت في حته ثانيه خالص، ما قبل الهلفوت شيء وما بعد العمل مع عادل امام كان شيء ثاني. وطبعا انا اول فيلم في حياتي اصلا ان انا اقف قدام كاميرا، اول مره امثل لسه ما عملتش حاجه، كان برضو مع عادل امام في فيلم امهات في المنفى. بس انا كان يعني انا دوري كان مع ممثلين اخرين، كنت بقف قدامه في ثلاث اربع مشاهد بس، والباقي كان مع محمد لطفي. فكنت فرحانه جدا بالثلاث اربع مشاهد اللي عملتهم برضو مع الفنان الكبير عادل امام، فاول مره في حياتي امثل. فهو ليه عندي كتير الحقيقه، يعني بحبه بشكل خاص جدا، وبحبه كفنان، وبحبه بشكل انساني جدا جدا، وبحترم الافكار اللي اشتغل عليها عادل امام. يعني عادل امام اذا كنت حضرتك النهارده بتقول لي انت عملتي قلبان بطلوع الروح. أيوة. ويمكن عشان ده عمل بيحارب الارهاب. صحيح. اول واحد حارب الارهاب في السينما كان عادل امام بمنتهى الشجاعه، بمنتهى الشجاعه، ده حقيقي. فهو احنا تلامذة ليه، يعني كلنا لما بنعمل حاجه حلوه احنا تلامذة لعادل امام، احنا بنتعلم منه، وهو قدوه كبيره لينا. والوحيد اللي قدر يعمل المعادلة ما بين انك تقدم فن ليه قيمة وليه رسالة، وانه يبقى جماهيري جدا وتجاري جدا ويجيب ايرادات عالية جدا. ما حدش عارف يعمل ده يمكن في تاريخ السينما كلها غير عادل امام. يعني كانوا دايما يصنفوا ده فيلم
جماهيري وتجاري، وده فيلم للمهرجانات والنقاد. عادل امام عارف يعمل الاثنين في واحد، ودي معادله صعبه مش اي حد يقدر يحققها، وحقق نجوميه يعني اكتر من 50 سنه برضه ما حدش قدر يعمل ده. فهو في كل الحالات هو حاله متفرده فنيا وانسانيا، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لينا. وفنه اسعدنا كتير، احنا بنشكره على الفن العظيم اللي قدمه لنا. طب انا عندي حاجتين بعد اذنك بقى. حاجة منهم هي سألتي عادل إمام إيه سبب تمسكه الشديد بإنك تقدمي أو تبقي بطلة فيلم الهلفوت؟ بص، أصل موضوع الهلفوت ده جه إزاي؟ كان بيتعرض لي وقتها مسلسل تلفزيوني اسمه وقال البحر، تأليف أستاذ أسامة أنور عكاشة وإخراج الأستاذ محمد فاضل. كان بيتعرض والحلقة شغالة والتليفون رن وقال لي إيه يا بت المشهد الحلو اللي عملتيه ده؟ فقلت له مين ده؟ مين معايا؟ قال لي انا عادل امام. قلت له يا اخي بطلوا هزار بقى، ورحت قافله السكه. لاني مش متوقعه. افتكرت حد ايه بيهزر يعني، أي. حد معجب جمهوره بيقول لي انا عادل امام. فراح طالبني تاني وشخط بقى فيا، قال لي يا مجنونه بقول لك انا عادل امام. فاتخضيت بقى، استاذ عادل لا اصل ما توقعتش ده بجد، ده صوتك وبتاع. وراح قال لي بقى، قال لي انت عامله شغل حلو قوي، كنت طالعه بياعه برده في السوق. وهو بيحضر فيلم الهلفوت والدور بياعه في السوق. فالحكايه جت كده، يعني هو قال لي انت عجباني قوي، انت قدامي دلوقتي، وايه الشغل الجامد اللي انت عاملاه ده؟ برافو عليكي، ايه ده؟ انا مش متوقع ان انت بقيتي جامده كده، لان انا اشتغلت معاه وانا اول فيلم في حياتي. ايوه. فقال لي انت هتعملي بطوله معايا. حلو. قلت له معقول؟ انا مش مصدقه نفسي، طايره من الفرح. قال لي السيناريو هيجي لك والنهارده. وكان لذيذ قوي، قال لي اطلبي اللي انت عايزاه، انت مع عادل امام. يا عيني. طبعا ليها قصه، لان بعد كده ما عرف انا طلبت ايه طردني من الاستوديو. قال لك مش قوي كده. ربنا يديله الصحه. قوي لاني طلبت شيء تافه جدا انا مش متوقعه. قال لي هو ده، بقول لك اطلبي اللي انت عايزاه. حبيبي دي مواقف جميله 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 معايا، وبجد في الفيلم ده كان واقف جنبي لدرجه كان احيانا يغششني حاجات، يقول لي لا دي في الكلمه دي، قولي الجمله بالطريقه دي، وانا مبقاش عارفه يعني هو بيقول لي كده ليه، بس اوكي انا بنفذ اللي بيقول عليه عادل امام. فكنت اتفاجئ ان ده بقى في العرض صريخ في الصاله، وانا بعمله عادي جدا يعني، ما اعرفش ان الكلام ده ممكن يضحك. فقد ايه ساعدني في كل حاجه، بقى يحط لي افيهات في دوري بقى. انا عايز اقول لك مثلا مشهد الفرح بتاعنا وهو في فيلم الهلفوت، لاني بقى انا طول الفيلم متبهدله وعامله مكياج للقبح يعني، بيخلوني أيوه. لون التراب والشفايف لونها ابيض والشعر اكرت. فجيت بقى يوم الفرح عملت شعري وعملت مكياج بقى عروسه، فشافني قال لي ايه ده، دي مش ورده، دي واحده عامله مكياج محترف، دي واحده اول مره في حياتها تمسك في ايدها قلم روج، ايه اللي انت عاملاه ده؟ واحنا خلاص بقى داخلين نصور الشط، وراح واخدني، احنا كنا بنصور في الاسماعيليه على الاوتيل ومعانا الماكيور، ودخلت قال لي اغسلي وشك، اقعد اعمل لها كذا وكذا وكذا. المشهد ده بيقولوا لي يعني اهتمامك بالتفاصيل في الدور خليتك خدتي جايزه احسن ممثله. تفاصيل الدور صح كان بيساعدني فيه عادل امام، يعني انه يقف على ايدين ماكيور بيعمل مكياج لممثله انها كانت عامله مكياج غلط، وقال لي تعالي تعالي قبل ما يشوفك سمير سيف، يعني قبل المخرج ما يشوفني، كنت لسه جايه من الاوتيل وداخله اللوكيشن، وراح واخدني وخلاه عمل لي بقى مكياج طبعا مشلفط بقى مناسب للشخصيه، بقى شبه ورده. هو بيهتم بالتفاصيل الدقيقه، فانا اتعلمت منه ده. يعني لو تشوف الهلفوت ده هو كان تفاصيله عامله ازاي، طبعا شكل شعره وشكل ضوافره كان عامل فيها ايه. يعني عادل امام من اكتر الناس اللي شفت معاهم يهتم بالتفاصيل في الشخصيه، فيبقى في مصداقيه شديده ليها. صحيح. وتعلمت فعلا منه ده، يعني عرفت ايه المكياج مش مكياج تجميل، المكياج المناسب للشخصيه ايه في الموقف. كنت لسه جديده والحاجات دي برده ما اعرفهاش، فالواحد لما بيشتغل مع اساتذه كبار بيتعلم حاجات كتير بتفيده في حياته. مظبوط 100%، مظبوط 100%. الحاجه الثانيه اللي كنت اقولك عليها، فضيلنا الاسبوع الجاي نستضيفك. عناية ليك يا يوسف. يا رب يخليك يا رب.
ان شاء الله خلاص. ان شاء الله انت طبعا عايز تطلع روحي على بطلوع الروح. عارف انا الكلام ده، عارف الحركات والله دي. صدقيني مش بس بطلوع الروح، بطلوع الروح ده اكيد، والهام شاهين الممثله ده اكيد، والهام شاهين المنتجه ده اكيد واكيد. فانا دايما انا بشوف الهام شاهين اكبر من انه مسلسل اللي هنتكلم عليه حقيقي يعني. فعشان كده انا مهتم بانه نتقابل، لو ما كانش الاسبوع الجاي اللي اتمنى يبقى الاسبوع الجاي، يبقى الاسبوع اللي بعده حسب ان شاء الله باذن الله. باذن الله ربنا يخليكي تسلمي. الف 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 شكر ليكي، سعيد جدا. التلفزيون المصري كمان ده بيتنا الاساسي يعني، مش كده برضو؟ ده الاساس. صحيح طبعا صحيح. طبعا الف 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 شكر ليكي، شرف لينا. الف شكر لنجمتنا الكبيره الهام شاهين.